95% من الحرائق اللي صاروا من عهد الثورة وإحنا جايين هم بفعل فاعل. عدة حرائق وراها ناس مستفيدين، إما في التوسيع الفلاحي، أرض قريبة للفلاح ولا فلاحين في منطقة، ولا أرض قريبة وصلها للمعمار البشري كما صار في بنزرت، ظهروا ناس حتى المستوى المهني راقيين، ناس يخدموا في الدولة، معناها ناس كفاءات كبيرة. قصف الغابات للتوسع وقصف الغنوامر وتو الدولة واحدة معهم باش تسوي معهم الوضعية في وضع يخالفوهم، المخالف يتعاقب. في تونس لا، نلقوا له حل، معناها سمحني كيف حرقت الغابة أو باش نلقى لك حل. الحل هذايا باش يخلي ناس أخرين تتعمد حرق الغابات والتوسع، إما المعماري أو الفلاحي أو المرعى أو الحطب. ثم ناس تحرق خطر كيلو الحطب أخضر كي تخضر في بتة من الإدارة العامة للغابات، مش كما حطب محروق. وثم ناس يشرف الحطب إما باش يعملوه تصنيع للتصنيع، وإلا باش يرحوه يعملوه القشرة يرشوها في المداجن بتاع البولايل بتاع الفلارس كل شيء. دونك ثم ناس تحب تشري مقلصون، تحرق الغابة باش يكطروا هذاك، فوق تشريه مثلا 100 دينار متر مربع، تشريه بدينار بدينارين، معناها أسوام زايدة. اللي كان نشوف الحرائق اللي صاروا عام 2021 من 1 جانفي ل 1 ديسمبر صاروا 249 حريق. نشوفوا في 2022 من 1 جانفي حتى الأوت للمدة هذه صاروا 248، معناها قدامنا 4 شهور أخرين داركناهم، معناها باش نتصور المرة هذه تصير أكثر، والمساحات عملوا تكبر، معناها من 4500 هكتار وانت ماشي كل عام. معناها تصور 4500 هكتار لكن كل هكتار قديش فيه من شجرة، قديش فيه من حيوانات برية، شجرة الصنوبر تولي أدولت، معناها تولي كاملة حبلها 60 سنة، معناها برسك عمر البشر. وفي بوغرنين تم ناس نبتة موجودة إلا في بوغرنين وفي إشكل، هي السيكلامان بخور مريم، معناها نبتة نادرة. تصوري منها في شيرة في حمل الأنف يعملوا له مهرجان السيكلامان، معناها في عين الزرقاء. الناس ولت، واللي صار زاد أكثر عدة معناها الكائنات تعيش في الغابة، إما شوية تحرقت ولا ماتت من الوهج بتاع النار، وإلا معناها هاجرت، لكن كي تهاجر كي تجري ممكن توصل النار شيرة أخرى. معناها الخسائر اللي صارت في الغابات خسائر مادية، خسائر اقتصادية، وخسائر اجتماعية زادة. معناها ثم ناس تعيش من الغابة، الغابة خاطر تعطينا الفقاع، تعطينا اللوح، تعطينا الناس، معناها النحل متاعها يراها في الغابة، الناس ترعى في الغابة بالأغنام متاعها ولا بالميز. أنا ثبت في الحريقة اللي صارت في درشيشو وخاصة في حمام الغزاز، تحرقت الغابة بفعل فعل، ولكن لا ريجينيراسيون، معناها رجعت الغابة نجم أقول لك خير من قبل. علاش؟ خاطر الأشجار العالية اندثرت، ولت السبوا هذاك، معناها رجع الغطاء الغابي خير من قبل، لكن خسرنا الأشجار الكبيرة اللي تجيب لنا اللوح، اللي تنور مرعى نتاع النحل والعسل، معناها مادة تونسي يتمتع بها. ولكن حتى المشهد، حتى الأكسجين، حتى معناها الكل قاعد نخسر فيه، معناها الخسارة irreversible. سولمون تم أشجار اللي هي ورقية، اللي عندها ورق، وتم أشجار اللي هي ريزينوز كما البندق كما السابان، الورق بتاعهم كي الإبرة، هذوكم باش ترجع للريزينوز بتاعهم صعيبة. الأشجار الورقية حتى كي تبقى لطرون العتقة في الأرض تصب المطر نتاع الخريف يعاود ينبت ويعاود يرعى. أما الأشجار الصنوبرية اللي أكثر كما العرعار كما هي هذيك صعيب باش ترجع، لكن كل الثمار بتاعها كل البندق والزقوق
هذاك على الأقل باش يتنطر بعد تالي ويعود يرجع من جديد. لكن باش ترجع الغابة كما هي لكان العوامل الطبيعية كانت مناسبة حبر 60 عام. أهالي الغابات في الإدارات الجهوية أكثرهم عندهم السيارات، أكثرهم معناها يخدموا في 4 أو 5 خدم، أكثرهم يساهموا في تلقيح الكلاب السائبة وتلقيح الأغنام وتلقيح الأبقار، ولكن لا قامت بعملية تشجير ذات معنى. ورغم سياسة الدولة تجري باش يقع تشجير أكثر ما يمكن، الدولة ما ظهر ليش كان عطى سياسة يعني بهم ربي جماعة الغابات فاش قاعدين يقاسوا توا. حتى الفلوس من الدعم والرصد المادي للإدارة العامة للغابات أقل حاجة في وزارة الفلاحة الكل، أقل حاجة هي إدارة العامة للغابات. ناقصين في البشر يخدموا ب 28% من المعدات البشرية، ناقصين في الموارد يخدموا ب 32% فقط، مش ألزمهم الموارد. ونشوفوا إدارات أخرى تعمل في حاجات فولكلورية، نقولها فولكلورية، كما برشا إدارات تابعة وزارة البيئة اللي معناها تتمتع بعدة أموال خارجية ودعم دولي، والخدمة هذيك تخدم فيها الغابات.